ليه نحكي على مقابلات الجولة الأخيرة من البطولات لعبت السبت والأحد الماضي. الجولة شهدت حسم الترجي للقب، حسم النجم للمركز الثاني، في حين تواصل النتائج السلبية للسي اس اس مع نقطة للسي بي من أجل ضمان البقاء. للتحليل أكثر الفني بخصوص المقابلات معنا بتليفون السيد المنجم إبراهيم المحلل الفني، نحكي معه أكثر عن مقابلات هذا السيد المنجم. أهلا بيك. مرحبا بك خويا اسلام ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. شنو احوالك لاباس؟ شنو عامل فيك رمضان؟ نعم بالله والله الحمد لله يا ربي، ما دوم الوجه ربي يشوف الدنيا كيفاش، معناها اوني بيانتو على فا، وواحد ماذا بيه يقول ان شاء الله يزيد يدوم رمضان، خاطر جو في الدار بيان سور، مي ان شاء الله نتمنى للناس الكل معناها عندها الامكانيات باش تاكل ويلقاو ظروف باهيه باش يعديوا رمضان ممتاز وعيد ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. باهي سي المنجي، اكيد تابعت المقابلات. البدايه مقابلتنا في السبت ترجي حسام اللقب، كان متوقع منذ جولات ان ترجي بطل رسميا، نقولوا قبل ثلاث جولات ترجي يحسم اللقب الخامس ليه وال 31 ليه في تاريخه. ومستحق، لان كي تشوف انت ترجي بيان تونسي كفريق فريمون اكسبسيونيل، عنده جمهور مالوريزمون جمهور ما عرفش ما نجمش يحتفل كما يلزم في وسط الميدان، لكن اليوم الترجي الرياضي التونسي اترافير العمل اللي يعمل فيه ويعرف قيمه الاشخاص اللي تخدم في الترجي الرياضي التونسي. انا نتفكر مره وقت اللي غادر في رياض بن نور الترجي الرياضي التونسي، استغربت انا لان الترجي الرياضي التونسي مستحق الناس من كيما سي رياض بن نور، وشفنا من رجوع 2012 لليوم شنو هما لي تيتر اللي تخذوه في الترجي الرياضي التونسي، على علم وان سي حمدي المد بيان سور هذاك ديما اون بروميي ليو اللي ما ننساوش زاد الاداره تاع الترجي الرياضي التونسي، ما ننساوش زاد السيكوريتي تاع في كل النواحي الترجي الرياضي التونسي اورجانيزاسيون كانك في فريق اوروبي، لان في المنجي كي جبت لي رياض بنور هو لول فاش مساهم، كيفاش مساهم رياض بنور في التتويج مثلا؟ في لا مش على التتويج، على التسيير، معناها التسيير نتاع الجمعيه، معناها ديما تحط الراجل المناسب في المكان المناسب. اليوم راهو في الكوره فما برشا اشياء اللي احنا ما اللي كي تبدا خارج الميدان ما تنجمش، معناها سي دي زاليا دي فوتبول هذوما، اللي ناس كيما رياض بن نور الفريق كيما الترجي الرياضي التونسي مستحق. شفنا احنا النتائج السلبيه اللي صارت في الترجي الرياضي التونسي وقت اللي غادر سي رياض بن نور. دونك ثم حاجات راهو يلزمنا بتات سي رياض بن نور يديرونج سيرتينمون بوكو دو بيرسون، لكن اليوم سي حمدي المدب يعرف قيمه سي رياض بن نور وعرف كيفاش يتعامل معناه، ورجوع سي رياض بن نور للترجي الرياضي التونسي والعمل اللي يخدم فيه خلات اليوم الترجي الرياضي التونسي ديما بسهوله يفوز بالدوري التونسي. تو سامبلومون. في المقابل من جهه ثانيه الملعب التونسي ظهر لي فريق بعد ما كان تقريبا الثاني مع انيس البوسعيدي، تبديل المدربين، يلقى روحه اليوم مهدد بصفه جديه بالنزول، ثلاثه جولات صعيبه تنتظر الستاد ضد الكلوب ضد ليتوال، ومقابله مع منافس مباشر في الاتحاد الطاوين. كيفاش تشوف حظوظ الملعب التونسي وشنو اللي صار في البقلاوه باش تبدل هذا الكل؟ خويا اسلام انا قلت الكلام هذايا من الاول، انا استغربت تغيير المدرب، معناها نغيروا مدرب، علاش تغيير المدرب؟ وان شاء الله ما يندموش على انيس بوسعيدي، وهذا اللي صاير توا، لان اليوم بالنتائج ان الحاجه اللي نقولها وصارت مع محمد المكشر اللي فوق كان تتفكر، لان اليوم المشكله الكبيره في الملعب التونسي سي ما فماش استقرار لا في المدربين لا في الفريق، لان اليوم الاداره اللي عندهم حقره وزاد يعانيوا في ظروف ماديه صعيبه، يلزمهم يتخلاوا على برشا ملاعبيه باش ينجموا يسيروا الفريق اسمه الملعب التونسي. اما كي تشوف فريق اسمه الملعب التونسي معناه ما فيش استقرار في اي، هذا يجيب للنتائج السلبيه اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم، اللي انا اليوم انا قلت ان شاء الله ما ندموش على انيس بوسعيدي، الناس اليوم ندمت على انيس بوسعيدي لان كانت عنده علاقه مع الملاعبيه، سافو با دير خونا غازي الغريري معناها لا، جاء لقى ظروف اللي لقاها، لقى فريق منقوص من برشا ملاعبيه، لكن اليوم اذا كان تاخذ فريق تعرف علاش روحك علاش قادم. شوف النتائج السلبيه اليوم تلقى الملعب التونسي في المركز الموجود فيه الملعب التونسي
فريمون سي دوماج، لان ناس قاعده تخدم عندها رجالاتها راهو في الملعب التونسي يخدموا في خدمه كبيره برشا، لكن كما يقولوا اليد بركه ما تصفقش. انا نتمنى حظ اوفر الملعب التونسي لان يستحق فريمون احسن من هكا. المقابله الثانيه نجم ايضا احسن من المركز الثاني، شفنا عوده كوليبالي المركز كقلب هجوم، شفنا عوده النجم للتهديف وكوليبالي كان صاحب الهدف ضد مستقبل جيش فريق محترم جدا الموسم هذا. ما نجموش نقولوا اليوم كوليبالي باش ينجم يعطي الاضافه في المستقبل معناها كمهاجم، لان اليوم كوليبالي ما كانش في المستوى. هداف البطوله اليوم كوليبالي سيمونشي. نعم. 8 اهداف اليوم كوليبالي هداف البطوله. اي هداف البطوله معناها سيوريك للبطوله معناها تشوف الحاجه اللي في الفرق الكل، تلقى في الترجي برشا هدافين، تلقى في النجم الرالي الساحلي كيف كيف تشوف انت هداف البطوله. كان تاع ياسين الخنيسة عنده 7 اهداف، اليوم كوليبالي عنده 8 اهداف، لكن اليوم هذايا يخلي اللي نلعبوا ياسر الدفاع ما نلعبوا نخموش على الهجوم، وقت اللي هي بعد ساعات الهجوم ما يعاونش الدفاع، كما يقول فيها الكلمه سي خالد حسني يقول لك لا بريمير ديفونس سي لاتاك. اليوم اذا كان معناها ملاعب يلعب في النجم الرياضي الساحلي بالملاعبيه الموجودين نورمالمون يكون احسن من هكا كلاعب اجنبي. اليوم حتى تشوف انت الهدف اللي سجله معناها هدف سهل برشا، انت باش تقول لي فوق سوالا لا بوزيسيون، ديما الهداف راهو يبروفيت ليرور دو لادفيرسير. اللي حبيت نقوله سي المنجلي رغم ما يقال عنه كوليبالي اليوم معناتها من هدفين تاع الشامبيونان، معناها من الهدف الاول سجل فقط بينالتي وحيده تقريبا سجلها، باقي كل اهداف وسط اللعبه معناها. اي خويا اسلام راهو اليوم كتبدا عندك ملاعبيه من تالي معناها كيما الشيخاوي كيما حنزه الاحمر كيما حاج محمود كيما بعيو كيبدا يلعب بعيو معناها راهو اليوم عندك معناها الكشريده من على اليمين بن ونس مرتضى بن ونس على اليسار ينجم يبروفيتي اوريزمون فما ناتاكون ينجم يسجل اهداف، لكن اليوم على كلاعب اجنبي بالتكاليف اللي تكلف اللاعب هذايا معناها ماهوش هكا اللاعب الاجنبي اللي نجم يكون فريمون باش ينسيهم في بونجاح ولا في العريبي. دونك تو سامبلومون عندي انا بور موا سي ان جوار ان بون جوار سون بلوس. باهي سي اس اس سي ا بي تعادل سلبي كان دون اهداف في المقابله. السي اس اس تواصل نتائج السلبيه، نعطيك انا احصائيه سي المنجي. السي اس اس في الاياب بعد ما كان الثاني في الذهاب، السي اس اس في الاياب في المركز قبل الاخير قبل فقط خلا كان جي اس كا وراهم عليه. فوالا معناها يوريك انت اليوم فريق كيما النادي الصفاقسي معناها التعامل مع الفريق كيفاش التخلي على بوجلبان اللي كانوا يترقبوا باش يخسر في سوسه انيس بوجلبان ويصير التخلي عليه، لكن ربح في سوسه وصارت المباراه نتاع تطاوين وقت اللي هو سمع اللي ثم مدرب جديد حتى الملاعبيه ما كانوش مركزين، وتطاوين عرفوا اللي كيفاش باش يتعاملوا مع المباراه هذه ضد النادي الصفاقسي في صفاقس، لعب لهم 3-5-2 وسكر عليهم اللعب وفاز بالمباراه وروح. دونك اليوم انا نقول تو سامبلومون اللي اذا كان تغير باش تغير ولا باش تسكت الجماهير، الجماهير تفهم كوره ما شاء الله، لي فري سوبورتير نتاع كلوب سورتيسفاكسيون نتاع نواديين الكل يفهموا الكوره ونجموا يعطيونا درس، لكن نقول تو سامبلومون للغير الاستقرار راهو هذا اللي والنقطه القوه نتاع النادي الصفاقسي دوبي ليبوك دوبي يعلم ربي قداش كان هو الاستقرار دون تول لي دومين معناها، وكان ما فماش الانفراد بالراي. اليوم جي لامبرسيون كو ثما ناس دي موفي كونسيي بارابور على مصلحه النادي الصفاقسي بليتو مصلحتهم هما. انا نقول اللي النادي الصفاقسي عنده فريق هل يعقل اليوم، واتمنى المدرب يقدم استقالته، لان اليوم هل يعقل تلعب دوميسيل ضد النادي البنزرتي تري تري بيان اورغانيزي النادي البنزرتي اونتر بارونتيز، ونستغرب النادي البنزرتي استنى الوقت هذايا باش عيط المدرب اسمه ولد الجمعيه اسمه سامي القفسي وانا فيو لا ديفيرونس، لكن النادي الصفاقسي كي تشوف انت تلعب دوميسيل عزمي غوما ان دي ميور جوار لي ديرني ماتش فراس شوات ندو تشوف سولا شو المستوى نتاعو ماهوش موجود. دونك نقطة استفهام في النادي الصفاقسي اليوم إذا كان مدربين كيما مشي مورسيا يجي باش يعطينا دروس
للمدربين التوانسه ولا للجماهير التوانسه ولا النادي الساقسي راهو غلط على طول. نتمنى الملاعبين اللي سميتهم من احسن ملاعبين كان شوات وايدو بداوا مقابل احتياطيين، بدا عزم غوما كيف كيف تخلى اخر الماتش، محمد سوله لاعب اللغز اورليست جمله معناها نقطة استفهام هذه. ما تنجمش تقول لي اليوم اي مدرب اي مدرب ياخذ فريق ويدربهم ويعمل ماتش دابليكاسيون يخرج لك فريق. اليوم قاعد جو سي با شنو هو اللي قاعد يعمل، شنو هو اللي قاعد يعمل سورتو ادوميسيل. نجم انت تتخلى على بعض الملاعبيه ولو التكتيك نتاع نادي الشيخ ادوميسيل ولا الاكستيريور ديما هي هي نفس الشيء نفس الطريقه، لان يلعبوا اون فونكسيون تاع الجوارات اللي عندهم. اليوم مالوريزمون نقطة استفهام في النادي الساقسي اليوم خلات لي الفرصة هذه زادة للنجم الرساح اللي باش يحضر السيزون تاعه الجاية ويخدم في ظروف أسهل أون إيتون كاليفيه في الشامبيونز ليغ. السيابي في المقابل نقطة مهمة للسيابي في سباق تفادي النزول، وإلا السيابي كان محتاج 3 نقاط خاصة الفرق بينه وبين أقرب منافس ليه 4 نقاط. كان ينجم راهو يستحقهم ياخذهم، كان ينجم يبروفيتي بالسيتياسيون نتاع نادي الساقسي، لان النادي البنزرتي كان فريمون ما شاء الله اورجانيزاسيون ديفونسيف كانت خارقة العادة. شهاب بن فرج كان فريمون في مستوى خارق العادة، ربح لاباتاي دي ميليو دي تيران وكان ينجم يفوز. لولا معناها لا 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 نجمش نقول لك معناها ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع لي زوكازيون اللي جاتهم. لكن اليوم النادي البنزرتي نستغرب انكور اون فوا علاش نستناو في ظروف هذيا، والنادي راهو نادي كيما نادي البنزرتي ما اون لو ديريج با بار سكايب ولا بال يعلم ربي المشاكل الموجودين في النادي البنزرتي، ما فماش وقفه لرجالاتهم، ثم برشا ناس اغتنموا الفرصة وخذوا اسم باسم النادي البنزرتي، والناس اللي النادي البنزرتي مستحقتها اليوم ما هيش موجودة. ثم برشا ناس مالوريزمون ايزون لي مويان مي سي دي زيغويست، ما يخموا كان على انفسهم وما يخموا كان على الكرسي. كما قال خونا لطفي بوشناق، خذوا الكراسي والمناصب وخليونا النادي البنزرتي، وان شاء الله نتمنى لهم كل الخير، لكن باش تكون صعبه وصعبه جدا سورتو كو لو بروشان ماتش يلعبوا ضد النجم الرئيسي. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي المنجي. يعيشك يا باهي. شكرا. شاي طيبة. شاي طيبة، شكرا على كل الإيضاحات والتفاصيل الفنية من ديتنا بها بخصوص ثلاثة مقابلات اللي تلعبوا في نهاية الأسبوع. مقابلات كنت عرفنا من خلالهم على بطل الرسمي بطل تونس، كذلك صاحب المركز الثاني باش يخوض تشامبيونز ليغ الإفريقية، بالطبيعة نحكي على سبيرونس والإتوال، وكذلك اشتد التنافس في سباق تفادي النزول. فاصل، الأخبار مكملين في بلاي حتى الخمسة ونص.